السلام عليكم ورحمة الله. التمرين رقم 5 والمرجع هو سلسلة ديما ديما، وبالضبط التمرين رقم 8 للتلاميذ اللي عندهم السلسلة ديال ديما ديما. دونك هنا عندي 4 ديال الحالات فيهم ما يدار، لأن التمارين زوينين. غادي نشوفوا الجذر من الرتبة 3 والجذر من الرتبة 4، غادي نشوفوا الحالة اللي فيها الجذر المربع والداخل ديالو حدودية، وملي تكون عندي في الداخل دالة جذرية يعني 3 إكس ناقص 1 على 3 إكس زائد 1، وهنا كذلك نوع آخر. دونك هنا التمرين غادي نستافدوا منه بزاف ديال الأمور، وغادي نكتسبوا به، غادي نزيدوا نعزوا به القواعد ديال الاشتقاق. لهذا الله يرضي عليكم غادي ندير تذكير في كل حالة، تذكير في كل حالة، تذكير بالدرس. إذا في الحالة اللي كيكون عندي جذر مربع مثلا f دو اكس، ملي كتكون عندي جذر مربع f دو اكس بريم، شنو القاعده كتقول لنا؟ غادي نديرو f بريم على جوج جذر مربع f، وطبعا هنا f بريم دو اكس على جوج جذر مربع f، مع العلم ان f بما انها داخله في الجذر غتخضع للشروط ديالو، يعني غتكون f دو اكس موجبه، وبما انها كاينه في المقام غادي تكون موجبه قطعا. دونك هنا هذه كفكرة للتوضيح فقط. إذا غادي نرجعو نكملو دابا، هنا درنا لو غابيل، دابا غنحسبو الاشتقاق. إف بريم دو إكس تساوي، دير قوس وكتب التعبير، إكس مربع ناقص 3 إكس زائد 5 بريم. هذاك الشيء اللي كاين التعبير المتواجد داخل جذر مربع غتكتبو في البسط ودير ليه الاشتقاق، x مربع ناقص 3 x زائد 5 بريم على 2 جذر مربع، كتزيد ديما هاد الجوج هادي لان هنا راه كاين جوج، هادي راه كنطرقت ليها في الفيديو اللي قبل، قلت لكم راه من الثالثة اعدادي جذر مربع 5 راه هنا كاين مربع، طيب جذر 5 بالرتبة 2. دونك هنا x مربع ناقص 3 x زائد 5 تساوي x مربع، دابا غنبدا في الاشتقاق كل وحدة بحدة، اكس مربع بخيم كنبداو بجوج اكس، درتها شحال من مره ما عرفتش واش باقي خاصني نزيد نوضح، جوج غنقصوا منها واحد هي واحد، هاو ديما الاس نقص منه واحد، ناقص 3 اكس، هنا ما كاينش الاس، اكس حدا ناقص 3 دونك غتبقى ناقص 3، 5 عدد ثابت، الاشتقاق هو صفر، على 2 جذر مربع اكس مربع ناقص 3 اكس زائد 5. الله يرضى عليكم، فاش تلقاو التعبير ديال الاشتقاق راه ديجا كتكونوا نتوما دايرين هنا اف بريم دو اكس، بقاو تكتبوا عافاكم لكل اكس من اي، المجال غيكون عاطيه لكم الاستاذ، هاد اي لانترفال غيكون عاطيه لكم الاستاذ، ولا معطي في التمرين، اولا انت ديجا محدو، اولا عارفين قابليه الاشتقاق، دونك كيكون عندنا هاد المثال هذا. هنا سالينا المثال رقم 1، ندوزوا للمثال رقم 2. المثال رقم 2 هو مركب، يعني مركب ديال واحد الدوال داله فيها الجذر وعندي داله جذريه اف دو اكس. حاول انك تخدم المثال بوحديتك، جذر مربع 3 اكس ناقص 1 على 3 اكس زائد 1 بريم. واللي كيفكر دابا انا كنهضر على الاخطاء الشائعه ديال التلاميذ، الاختزال هنا راه ما كاينش، ما يمكنش نحيد 3 مع 3 حيت كاين ناقص وزائد، ما يمكنش، خليوها نتوما بحال هكا بهذا المنطلق وبهذا المصطلح. الوغ دابا هنا الجذر المربع اش كاين وسط منه؟ 3 اكس ناقص 1 على 3 اكس زائد 1 كامله، غتهزها كامله ديرها في البسط، 3 اكس ناقص 1 على 3 اكس زائد 1 وغدير ليها الاشتقاق وغتقسم عليه هي نيت، جوج جذر مربع 3 اكس ناقص 1 على 3 اكس زائد 1، دونك هذه هي كيفيه الاشتقاق. الوغ هنا تساوي، هاد الشيء راه مازال غادي يزيد يتجبد دابا، تساوي ها الكسر، هذا راه ما بقى فيه حتى تغيير، المقام راه ما فيه حتى تغيير، غتنقلو كيف ما هو، جوج الجذر مربع ل 3 اكس ناقص 1 على 3 اكس زائد 1، فين غتبقى عندنا الخدمة؟ هنا بحال عندي واحد الدالة اف هي 3 اكس ناقص 1 على واحد الدالة جي هي 3 اكس زائد 1 بخيم، العلاقة خاصك تغمض عينيك وتكتبها، التعريف راه خاصك تكون صفر. اف بريم في جي زائد اف جي بريم، القاعدة خاصها تكون ديما مضبوطة، أو لا عفوا هنا ناقص على جي مربع، دونك هذه هي القاعدة فاش تكون عندي اف على جي، اف بريم في جي اف بريم في جي ناقص اف في جي بريم على جي مربع.
شوف راسي هو انت تقدر دير بزاف ديال لي زيرور، حاولوا ما امكن تكونسونطراو. انا استاذك كنقول لك راه اون كومي دي زيرور، وراه نقدر نكون شي مره ماشي ما عارفش المفهوم، ولكن خطات سهون غادي كنحسب بالزربه ولا الضغط ولا بريسيون ولا الصهير ولا اخطات. دونك هذا وارد، ولكن الكونسيبت راه كيكون مفهوم. يعني شنو نقول لكم فاش تكونوا خدامين تكونسونطراو تكونسونطراو تكونسونطراو، راه اوني بيان سور دي زيتر هيومان كنقدروا نخطئوا بزاف ديال الحوايج، ولكن غنوصيك باش تكونسونطراتي تيبغي شويه لا كونسونطراسيون. دونك هنا ها هو البسط، هو هذا غنكتبوا 3 اكس ناقص 1 ونضرب في المقام 3 اكس زائد 1 وندير ناقص اف عاوتاني 3 اكس ناقص 1 في 3 اكس زائد 1. هنا مره الاشقاق في التعبير ديال البسط، والمره الثانيه الشقاق في التعبير ديال المقام اف بريم، والمره الثانيه جي بريم على 3 اكس زائد 1 بريم. ها 3 اكس زائد 1 خاص عفوا تكون مربع، ها هي مربع جي مربع، حنا مازال هضرين عليه تساوي تساوي. دونك هنا غنمشي غادي نكمل التعبير. انا تمني تكون كان عندنا دي كاميرا بروفيسيونيل باش نقدروا نصور كونتوني حسن من هذا، والطابلو يكون كامل وتكون ان ايكيب اللي كتساعد. مي مالوغوز عندنا هذا هو اف، وهنا المقام هو جي، دونك درنا اف بريم في جي ناقص اف في جي بريم، وهنا المقام عاود درت ليه المربع. اون سي كو هنا عندي مقام وهنا عندي مقام، الوغ باش ما نبقاوش نعاودوا هذيك القضيه ديال مقلوب الكسر مباشره، هذا مقام وهذا مقام، دونك مقام والبسط مقام، هذا مقام هذا مقام، يعني غتولي النتيجه على الشكل التالي 3 اكس زائد 1 اس 2 في 2 في جذر مربع 3 اكس ناقص 1 على 3 اكس زائد 1. جمعت هادو بجوج بهم في مقام واحد، هذا نزل لتحت. غنكمل هنا الاشتقاق شويه عليا، الاشتقاق هنا راه ساهل. الوغ اشتقاق 3 اكس، اكس حداها 3 دونك هي 3، اشتقاق ناقص 1 هو 0، وغتبقى عامل ل 3 اكس زائد 1 حيت هنا ما كاينش الاشتقاق، ناقص 3 اكس ناقص 1 ما فيهاش الاشتقاق، عامل اشتقاق 3 اكس هو 3 لان اكس حدا 3، اشتقاق 1 ما كاينش اكس دونك هو 0، هذا مشى في الاشتقاق وهذا تيمشي، هذا ناقص 1 كتمشي. عمليه النشر دابا غنديروا النشر باش نبسطوا التعبير، والقاعده تعبير سامبل. 3 في 3 اكس هي تساوي اكس، 3 في 1 هي 3 ناقص، هذه القاعده ردوا البال غير مع ناقص الله يرضي عليكم، كيخطئوا الدراري بزاف، هذو اخطاء شائعه. ناقص 3 اكس في 3 هي تساوي اكس ناقص ناقص هي زائد، ها علاش قلت لك رد البال، هذا الناقص اللي كاين هنا كتجي حتى لهنا، دونك غتولي زائد 1 في 3 هي 3 على، غنبدا بجوجيه الاولى 3 اكس زائد 1 الكل اس 2 جذر مربع 3 اكس ناقص 1 على 3 اكس زائد 1، نشطب على تساوي اكس مع ناقص تساوي اكس، وغتبقى النتيجه هي 6 لان عندي 3 زائد 3 6 على 2 عامل ل 3 اكس زائد 1 اس 2 جذر المربع 3 اكس ناقص 1 على 3 اكس زائد 1. وهذا هو تعبير المشتقه، وراه موجب لان جوج موجب 6 موجب، المتطابقه الهامه موجبه، والجذر المربع حتى هو موجب، اذا التعبير ديال المشتقه كامل موجب. باسون دابا ليكزومبل 3 وغادي نديرو فيه الرابيل دو كور لا بارتي كور، اشنو كيقول لي الدرس، اشنو كيقول الدرس في هذه النقطه هذه ملي يكون عندك جذر مرتبه 3. الوغ مثلا غناخذ واحد الداله جي هنا الرتبه 3، الا بغيت ندير لها الاشتقاق تو سامبلومون غادي تكون هي جي بريم على 3 هذا معامل في جذر من رتبه 3 جي مربع، هنا 3 هنا 2، الا كانت عندي جي وهنا 4 مرتبه 4 دونك يساوي جي بريم هنا 4 في الجذر من رتبه 3 او لا عفوا من رتبه 4 لي جي اس 3 جي اس 3، والا كانت عندنا الجذر جي راه هنا هذيك تتكون جوج، كي كانت مكتوبه كيما مكتوباش راه عارفين هو جي بريم
على جوج جذر مربع جي. بغيتي تكتب جوج غتكتب جوج هنا وجوج هنا. وحنا من نهار بدينا القرايه ما كنكتبوهاش، كنخليو الجذر المربع غير بحال هكا، حنا عارفينو راه كاين فيه جوج. وهنا جات الفرصه فين تعرفوها، يعني عندكم هذا العام هذا في الثانيه بكالوريا. دونك هنا انا غادي نبدا خدام هاد لي فورمول كتبهم قدامكم باش تبعوا معايا. جي دو اكس ولا اف دو اكس تساوي الجذر مرات بثلاثة اكس مربع ناقص جوج اكس زائد الجذر مرات بأربعة لربعة اكس زائد واحد. هنا غندير بخيم هنا كامل، غادي ندير ربعة اكس الشقاق ديالها هو ربعة، ربعة هي لحدة اكس، الشقاق واحد هو صفر على ربعة، الجذر ها الرتبة هي هادي ربعة، ربعة اكس زائد واحد الكل أس ثلاثة يساوي غنشطبو على ربعة مع ربعة. شوف معايا كاين هنا جوج وكاين هنا جوج، هاد جوج راه مضروبة في واحد، غنعمل بها جوج عامل دي اكس ناقص واحد على ثلاثة الجذر، عندي الرتبة هي ثلاثة هنايا ديما تنسانا هاد الأولين، اكس مربع ناقص جوج اكس مربع زائد واحد على أربعة الجذر، عندي هنا الرتبة أربعة، ربعة إكس زائد واحد الكل أس ثلاثة. وكاين واحد الكتابة أخرى بالنسبة اللي خدام بسلسلة ديما ديما، ولكن هذيك خاصني نديرها ملي نكونوا خدامين على القوى الجذرية إن شاء الله بإذن الله. داكشي علاش خاصك ترجع تشوف الفيديو الآخر عاد باش غنحطوا فيديو ديال الاشتقاق مثلا بطرق أخرى ولا بكيفية أخرى، يعني ملي كيكون عند نقدر ندوز من طريق أخرى عاوتاني، ولكن كتجي من بعد، لأن الهدف هنا هو نديرو تطبيق مباشر للعلاقات. دونك غندوزو دابا ليكزومبل رقم ربعة. فوالا دونك نكملو ليكزومبل رقم ربعة. هنا غير مع وقف الفيديو واحد لا غومارك، هنا حيت ربعة مع ربعة دونك غادي يبقى هنا واحد على الجذر، لأن شطبنا على ربعة مع العدد ربعة. فوالا دونك كنظن أنه غيكون واضح بالنسبة للتلاميذ كيفاش نخدمو بهذا الشكل هذا. يمكن غيكون اخر فيديو غير دابا، من بعد عاد باش غادي نصور، لان لا فاتيك كشفايق من الساعه ديال الصباح وانا كنصور، دونك عييت بزاف راه الا لاحظت حتى لا كونسونطراسيون بدات كتنقص. دونك غندوز ليكزومبل الاخير، اف دو اكس تساوي جوج اكس ناقص واحد على جذر مربع اكس مربع ناقص ربع اكس زائد خمسه. وتحيه خاصه للتلاميذ جميعا وتلاميذي خاصه. دونك نتوكلوا على الله، وهدفنا اننا نرتقيوا بالتعليم ان شاء الله باذن الله، يعني محتوى يقدر يجي واحد كيغير، ولما لا ان شاء الله نخليو واحد البصمه. دونك جوج اكس ناقص واحد على الجذر، شوف الله يرضي عليكم. هنا اول حاجه راه عندنا اف على جي، واخا كنكتب انا اف هنا ما تربطوهاش بهذه، اف على جي بريم هي اف بريم جي ناقص اف جي بريم على جي اس اثنان. دونك هذا هو التعريف ديما او لا قاعده تبقى عندكم في الدماغ ديالكم. الوغ اف بريم دو اكس تساوي غنكتب التعبير ديال البسط هو الاول، غنبدا به جوج اكس ناقص واحد تندير لها بريم في جذر اكس اس اثنان ناقص ربع اكس زائد خمسه، من بعد كندير ناقص كنعاود نكتب جوج اكس ناقص واحد، المره الثانيه غندير الشقاق على الجذر اكس مربع ناقص ربع اكس زائد خمسه بريم الكل مقسوم على اكس مربع ناقص 4 زائد 5 ناقص 4 اكس زائد 5 وهنا اس 2. دونك اس 2 صافي، المقام ديما اس 2، ها هي جي مربع يعني المقام اس 2. اف بريم جي ها هي اف بريم في جي ناقص هذه هي ناقص اف جي بريم ها اف ها جي بريم. دونك غندير الشقاق تساوي الشقاق جوج اكس ناقص 1 هي جوج، لأن الشقاق 2 إكس هي 2، الشقاق ناقص 1 هو 0، جوج إكس كنكتب جوج لحدا إكس، ناقص 1 0 مشات، غتبقى إكس مربع ناقص 4 إكس زائد 5 ناقص، دونك هنا عندي 2 إكس موان زان. الإشتقاق دابا ديال الجذر المربع خاصنا ما نكونوش نسينا عليه، الإشتقاق الخاص بالجذر المربع ما نساوش ديما، ديما الفوق كنديروا الإشتقاق إكس مربع ناقص 4 إكس زائد 5 بخيم يعني الاشتقاق على 2 جذر مربع اكس مربع ناقص 4 اكس زائد 5 والكل مقسوم على اكس مربع ناقص 4 اكس زائد 5. دونك هنا المربع غيتزول لي الجذر المربع
هذا من جهه. غنكمل العمليه الحسابيه طبعا. الوغ غتبقى عندي النتيجه تساوي 2 جذر مربع اكس مربع ناقص 4 اكس زائد 5 ناقص 2 اكس ناقص 1 في الشقاق اكس مربع هو 2 اكس. بيان سور كنزلو 2 عاوتاني واكس كنقص الاس كنقص من 1. الشقاق ناقص 4 اكس هو العدد اللي حدا اكس يعني ناقص 4. اما الشقاق 5 دائما ثابته هي 0 على 2 الجذر اكس مربع ناقص 4 اكس زائد 5 والكل مقسوم على اكس مربع ناقص 4 اكس زائد 5. وإلا كنتي كتعرف التبسيط فأكيد طبعا أنك خاصك تبسط باش تلقى واحد الصيغة سهلة، لأن هذه الصيغة هذه الصيغة اللي وصلت لها دابا أو التعبير اللي وصلت ليه هاد ليكسبريسيون هذه راه كبيرة بزاف ما غنعرفش بها الإشارة. دونك الأفضل أنني نمشي نبسط. فوالا لاحظ معايا الله يخليك كيفاش كنديروا حنا هنا. يمكن خاصني نزيد نوضح لكم اكثر. تساوي غنخليو هذه باش تجيكم سهله في توحيد المقام. اكس مربع ناقص 4 اكس زائد 5 ناقص، شوف دابا غتجي معايا لهنا غتجي معايا لهنا ها انت عدي 2 ها هي 2 عامل غتبقى اكس حيت 2 ناقص 4 حيد منها 2 غتبقى 2 صافي. دونك غتولي هذه هي 2 عامل لي اكس ناقص 2 هنا 2 اكس ناقص 1 يعني غتولي 2 ها هي 2 عامل لي اكس 2 اكس ناقص 1 في اكس ناقص 2 2 اكس ناقص 1 في اكس ناقص 2 الكل مقسوم على 2 في الجذر مربع ل اكس مربع ناقص 4 اكس زائد 5 والكل مقسوم على اكس مربع ناقص 4 اكس زائد 5. راه ضروري من التبسيط غادي نشطبوا على 2 مع 2. دونك ما تنساش هنا 2 ها هي 2 اكس ناقص 1 هي هذه و اكس ناقص 2 انا كتبتها هنا. توحيد المقام توحيد المقام كنشد هذا التعبير هذا اللي كاين هنا كنضرب في المقام باش ندير توحيد المقام. دونك غيولي عندي هذا الشكل التالي. رد معايا البال الله يرضى عليك 2 في دابا الا شدينا الجذر المربع وضربناه في نفس الجذر المربع بحال الجذر المربع 3 في الجذر المربع 3 هي 3 هادشي راه شرنا عليه شحال من مره. دونك غنشد هذا الجذر غنضربو في هذا الجذر غيتحيدوا لي الجذور وغتبقى اكس مربع ناقص 4 اكس زائد 5 ناقص 2 اكس ناقص 1 عامل لي اكس ناقص 2 وانا بيان سور ضربت هذا البسط في هذا المقام باش نوحد المقام اللي هو جذر اكس مربع ناقص 4 اكس زائد 5 الكل مقسوم على اكس مربع ناقص 4 اكس زائد 5 يساوي. غنمشي غادي ندير عملية نشر وغادي نفكرك عاوتاني هذا هنا مقام وهذا هنا مقام غنكتبهم في مقام واحد يعني غتولي عندي هي اكس مربع غنبدا بالمقام اكس مربع ناقص 4 اكس زائد 5 الجذر مربع لاكس مربع ناقص 4 اكس زائد 5. غندير عملية نشر هنا 2 في اكس مربع هي 2 اكس مربع 2 في ناقص 4 اكس هي ناقص 8 اكس 2 في 5 هي 10 ناقص والله يخليكم عاوتاني افتح قوس هنا باش ما تخطاش 2 اكس في اكس هي 2 اكس مربع 2 اكس في ناقص 2 ها ناقص 2 في 2 هي 4 اكس ناقص 1 في اكس هي ناقص اكس ناقص 1 في ناقص 2 هي زائد 2 اللي كيعيا وكيمل راه ما غيقدرش يكمل هادشي. دونك تساوي وهذه هي آفة المتعلم قلة الصبر والملل 2 اكس مربع قدام زائد 8 اكس من بعد زائد 10 ناقص 2 اكس مربع ناقص مع ناقص زائد 4 اكس ناقص مع ناقص هنا زائد اكس ناقص مع زائد لهنا ناقص 2 على اكس مربع ناقص 4 اكس زائد 5 الجذر اكس مربع ناقص 4 اكس زائد 5. هنا راه ممكن هذه تبسط بالقوى الجذريه وتعمدت انني ما ندوش دابا منها لمن بعد ان شاء الله. 2 اكس مربع مع ناقص 2 اكس مربع غادي نشطب عليهم
وغادي نجي طبعا لهنا 8 اكس، عندي هنا 8 اكس، ها هي 8 اكس زائد 4 اكس، 8 زائد 4 12 زائد اكس هي 13، دونك النتيجه غتبقى عندي هي 13 اكس، 10 ناقص 2 هي 8، 13 اكس زائد 8 على هنا. واش الوقت ديالها؟ واخ شوف اش غادي نعطيك هنايا، الله يرضى عليكم، اش كتعني هذه الكتابه هذه؟ راه هي جذر اكس، دابا هذا اكس في جذر اكس، الا كان اكس موجب راه هي جذر اكس اس 2 في جذر اكس، بحال هنا زدت الجذر، هي هنا الاس 1 الا ضربنا جذر اكس اس 2 في جذر اكس راه غتولي هي اكس اس 3. دونك حتى هنا الا شدينا هذا هنا بحال دير دابا، تخيل بحال زدتي الجذر ولا زدتي الجذر غتزيد المربع، وهنا الاس راه كاين واحد تنجمع الاس، دونك غتولي هي جذر اكس اس 2 ناقص 4 اكس زائد 5 لكل اس 3. هذا هو تعبير المشتقة. مازال كنعاود نكرر، هنا زدت الاس الجذر مع الاس، وهنا الا ضربنا الجذر في نفس الجذر الاس 2 والاس 1 غتولي هي 3 صافي، لان هنا ما كانش عندي الجذر، اضطريت انني نزيد الجذر مع المربع، هنا غير في كيفيه التبسيط. الوغ بالنسبه للحصه المقبله ان شاء الله باذن الله بون نشوفوا شنو غادي نخدموا بالنسبه للحصه المقبله ان شاء الله باذن الله، شنو غادي يكون عندنا؟ غنشوفوا التمرين رقم 6 ومازال غادي نتعمقوا في الاشتقاء واحد تيت غمارك. بالنسبه لهنا بالنسبه لهذا الحساب اللي درنا، لان الحساب كان طويل، الى شي واحد من التلاميذ رمارك انه كاين شي ايغور يحاول ما امكن انه يتواصل معايا باش نصلحوه باش نخليوه كملاحظه، لانه يقدر يجي الخطا وارد، يقدر يجي شي خطا في الحساب وما نكونش ديفيك شي شو هذا ما كان. الوغ نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو ديال اليوم، الحصه ديال اليوم، الله ييسر لكم وبالتوفيق وشكرا.